السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله حلوة ديالنا سهلة بسيطة راقية في المنظر ديالها. بالنسبة للمقادير كما كتلاحظوا ماشي شي حاجة كثيرة. غادي نحتاج اول مكون دقيق 500 غرام من الدقيق الابيض فورس ولا فارينة، اللي غادي نضيف ليهم 150 غرام من الزبدة اللي ذوبتها من قبل. غادي نضيف ليهم 70 مليلتر من الزيت، ما يعادل نص كاس ديال العنبة، وغادي نضيف ليهم كاس ديال العنبه من جنجلان اللي طحنته جيدا. جنجلان ماشي محمص، ماشي محمرتوش نهائيا، وتمكن لكم تعوضوا هذا الكاس ديال الجنجلان بكاس ديال الكاوكاو مطحون اولا اللوز مطحون ولا الجوز مطحون اللي متوفر عندكم من المكسرات. كما يمكن لكم ديروا مزيج ما بين هاد المكسرات. تقريبا الكاس راه كيهز 150 غرام. غادي نضيف ليهم ربع ملعقه صغيره من القرفه، كتبقى اختياريه، كاين اللي ما كيبغيهاش يمكن له يستغنى عليها. غادي نحتاج ملعقه كبيره او ملعقه طعام من الشمر او اليانسون اللي طحنتهم جيدا، ملعقه طعام من حبه حلاوه والنافع، وغادي نحتاج ربع ملعقه من الخميره الكيميائيه. غادي نضيف لهم ربع ملعقه كذلك من الملح. وهنا هاد العناصر قبل ما نجمعهم بالحليب غادي نمر باش نخلطهم مزيان مع هاد المكونات. كما كتشوفوا بدون بيض، انا ما خدمتش بالبيض نهائيا. هذا النوع من الحلويات يستحسن تفادوا البيض، الخل، الخميره معجونه، زيت العود، هادشي كله انا ما كنديروش بصراحه. كيبقاو مده طويله وما كيعطوش واحد النسمه اللي هي خيبه. هنا كما شفتوا تتلبس لي الدقيق بالمكونات كاملين، من بعد كندوز باش كنجمعهم. هنا لكم الاختيار، يمكن لك تجمعيه بما زهر اللي كتخفيه بالماء ديال الروبيني، كما يمكن لك ديري مزيج كما درت انا، شويه ما زهر وشويه حليب حتى كنتحصل على واحد العجين اللي تكون عجين متماسكه. الحليب الصراحه راه كيعطي واحد الطراو، يعني جربوا راه بالحليب ما غتخسروا حتى حاجه. يعني تقريبا الحليب انا درت غير كاس ديال العنبه وما تبقى، راه كملته بالما زهر ولا بالما ديال الروبيني. هنا العجين كنأكد وكنعاود العجينه تكون عجين متماسكه. العجينه الا كانت مرخوفه راه ما كتعاونكش في التشكيل، وبالتالي كتكون النتيجه ماشي هي هذيك. بالنسبه للكميه كتبقى حسب نوعيه الدقيق، المهم انك تحصلي على هذا القوام اللي كيبان لك في الصوره. هنا من بعد غادي نقسمها الى كويرات ولا قطع، وغنحتفظ بها في المجمد. هذه راه حضرت انا واحد المده طويله، احتفظت بها في المجمد، والوقت اللي كنحتاجها كنجبدها كنخدم بها. هنا بالنسبه لهذه اللي جبدت راه تقريبا داز عليها شهر، وهنا جبدتها قدامكم غتشوفوها غادي نخدم بها. المهم داك النهار كان الجو شويه مره الضبابة مره الشمس الغفلي، كل مره كتبان العجينه كتبان في اللون. المهم العجينه رجبتها ليله مسبقا حتى ترخفات، ولا جوج سوايع ولا ثلاثه على حساب درجه حراره الغرفه. وبالنسبه لطريقه التشكيل فهي سهله، كنبسطوا العجين مزيان تكون رقيقه، وكناخذوا الجراره كنقطعوا الجوانب باش كنفينيوها ونديروها على شكل مربع اللي يكون كبير. قطعوا الجوانب كامله ولا الزوائد اللي كتبقى لينا حتى كنحصلوا على واحد المربع اللي يكون مفيني. وهنا من بعد غادي ناخذ واحد القطعه من الورق اللي غادي تكون كمرجع كما غتلاحظوا. هنايا تقريبا المقياس ديالها راني خديت 6 سنتيم على 6 سنتيم. هذه فقط غادي تعاوننا باش كنشكلوا، يمكن لكم تعوضوها بمسطره اي قطعه. هنا الحجم كيبقى اختياري كما غتشوفوا في الاخر. نتوما الا جاتكم صغيره يمكن لكم تضيفوا، يعني ديروا اكثر من 6 سنتيم. الا جاتكم كبيره نقصوا على 6، ولكن 6 سنتيم راه كتجي يعني الحبه كتجي هي هذيك، ما نساوش راه فيها الخميره، يعني غيضاعف الحجم ديالها مازال واحد شويه. لكن ما غادي تلاحظوا كنقطعوها الى مربعات كلها الى قطع، يعني قد ما حاولتي تكبري يعني العجينه وتقطعي قطع تكون اسهل باش ما تبقاش تشيط لك العجينه وتجي صعيبه في التشكيل في الاخير. هذا هو الشكل اللي غادي نخدم معكم ان شاء الله اليوم، كيجي راقي. هنا بالنسبه للطريقه كيفاش غادي نديروا ليها، غادي نوضع ناخذ حبه وكنجي هنايا بالماء. هنا ما غادي نحتاجش لا البيض لا حتى شي حاجه، ولكن بالنسبه للمبتدئات اللي غتخاف انها تحليها ملي تكون تقلي في المقله يمكن ليها تستعان ببياض البيض، ولكن ما تكثريش بياض البيض حيت بياض البيض كيخسر القليه، يعني ملي كتقلي كتبقى واحد الرغوه كتخرج من الزيت وما كتخليكش يعني تخدمي في راحتك. هنا كناخذ بياض البيض كتضيفي ليه جوج المعالق ديال الماء، تخفيه ضروري بالماء ونطربوه مزيان حتى كيحيدوا منه دوك الخيوط اللي فيه، وكتخدمي به في عوض الماء. ولكن حتى الماء راه كيعطي نتيجه كما غتلاحظوا، ما كيتحلوش نهائيا في المقله، يعني فقط نضغطوا عليهم كما كتشوفوا، نضغطوا مزيان وما نكثروش الماء، يعني غير تحطي صبعك في الماء وتجبديه.
هنا كما كتشوفوا كناخذ قطعه وكنغطس صبعي يعني غير شويه، وكندير كنضغط بالاصبع اللي ما فيهش الماء يعني بطبيعه الحال باش ما يعاودش يلصق، كنضغطو عليه في الوسط وكنجيب الطرف الثاني وكنضغط عليه حتى هو وكنشكلو. هذا شكل من اشكال ديال لي غافيولي يعني معجنات الايطاليه. المهم حنا خدمنا به شباكيه ما نخليو حتى حاجه، يعني قلنا نبدلو شويه، وكان بزاف ديال التساؤلات جات ديال البنات على حساب يعني جاتهم الطريقه ديال التشبيك صعيبه، فهذا ما عندك حتى شي عذر. لهذا العام صوبي شباكيه بهذه الطريقه سهله بسيطه، مذاق ديال الشباكيه شكل مختلف نغيره على المعتاد. هنا بالنسبه ملي ساليتهم ضروري تخليهم ينشفوا، ما نقليوهمش مباشره، نخليوهم على حساب درجه حراره الغرفه. الا كان الجو سخون راه ساعه كافيه وتدوزي تقليهم، كان الجو بارد نخليهم جوج سوايع حتى ثلاثه باش ملي نقليوهم يحافظوا على الشكل ديالهم. الا قليتيهم يعني كما كنقولوا بيه فيه انت كتشكلي واحد اخر كيقلي، راه الشكل ما كيبقاش محافظ، يعني نفس المبدا ديال الشباكيه. هنا بالنسبه لطريقه الطهي، الزيت اللي تكون سخونه ولكن مباشره كنرمي نقص البوطه حتى الحد ديالها باش كيدخل ليها الطياب، وكتجي يعني طيبه من الفوق ومن الداخل، ماشي غير تخطف ليها اللون من الفوق ومن الداخل تبقى خضره مع التحريك المستمر، يعني نبقاو نحركوا فيها نديو ونجيبو حتى كتحصل على اللون اللي حنايا باغين. ومن بعد كندوزو باش كنوضعوها في اما في الصفايه يا اما في ورق النشاف. كتجي بزاف ديال التساؤلات كيقولك علاش الشباكيه كتنشف من العسل يعني سيمانه ولا اقل ولا اكثر. الشباكيه تقدر تبقى معسله لمده شهر، ولكن الا صفيتيها مزيان من العسل، يعني العسل ضروري خاص تكون حاجه اللي تكون ناشفه، حيت الزيت راه ماده عازله، الا بقى في الشباكيه وضعتيها راه كتبان لك راه معسله، ولكن اون فوا كدوز عليها يومين سيمانه كاع كتنشف وكتولي بحال ما فيهاش العسل نهائيا. هنا شوفوا معايا العسل اللي هبط منها، الزيت عفوا اللي هبط منها، كنوضعوها في العسل. العسل كذلك كيلعب دور اللي هو مهم، العسل اللي يكون عسل ثقيل ما يكونش العسل جاري. غادي نخلي لكم طريقه ديال التحضير ديالو اسفل الفيديو، يكفي فقط انكم تضغطوا على الرابط غادي يديكم الفيديو لتحضير العسل المنزلي اقتصادي وناجح 100%. العسل يكون عسل اللي هو دافي طبيعة الحال، ما يكونش بارد باش ما يهرسهاش لينا، وما يكونش سخون باش ما يعجنهاش كذلك. هنا نفس الطريقه كنقول بالنسبه للمبتدئات ضروري نشفو في ورق نشاف. بطبيعه الحال كان عندك يعني كميه كثيره راه ما غاديش توضعيها في ورق نشاف، غادي تدوزي باش تحطيها في الصفاي. كنصفيوها من الزيت ولكن ما نخليوهاش حتى تبرد، تكون مازال سخونه باش تشرب كذلك العسل. هنا في نفس النهار كان عندي يعني طلبيه ديال المقروط بهذا الشكل، فيعني كان جا سؤال وقلت في نفس الوقت نجاوب عليه في الفيديو. هنا بزاف قالك علاش كترتق ليهم في المقله، فاول حاجه خصك ضروري تقبيه، يعني ضروري كتكيه بابره اللي تكوني عقمتيها من قبل اولا بليكوردون ديال العود يستحسن، وكتخليه حتى هو بحال الشباكيه خليه ينشف، الا ما نشفش راه كيطرطق في المقله. نفس طريقه الطهي، يعني الزيت تكون حاميه سخونه في الاول، ولكن اون فوا كتحطي يعني نقص عليه البوطه، ما نجهدوش البوطه باش ما يتخطفش اللون كذلك وتبقى معجنه من الداخل. هنا راني حشيته بالتمر، غادي تلقاو نفس الطريقه، غادي نخلي لكم الرابط اسفل الفيديو. نادية الشكيل ديالنا جا رائع، جا زوين خفيف ظريف، يعني بالنسبه للمبتدئات قلنا علاش لا نديرو لهم حتى خاطرهم، كاين بزاف البنات اللي عاد بداو في الشباكيه، ف يعني الشباكيه صعيبه شويه في التشباك، يعني على الرغم ان عطينا بزاف ديال الطرق وبزاف ديال يعني ديزاستوس باش يخدموا شباكيه، ولكن كتبقى في الصراحه صعيبه لماشي شي واحد مباشره ما تقدريش ديريها. فهذه طريقه مبسطه وكيجي الشكل صراحة زوين ما بيش، نتمنى انكم تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. كما لاحظتوا انا راه شويه زينته بجنجلان، وهذه جاتني فكره نوضع فيها لوزه من الفوق، حيت اصلا جات بحال الشكل ديال الدمعه ولا ديال العوينه، كما شفتوا الشكل ديالها كيبقى محافظ حيت ما خليتها حتى نشفات عاد باش قليتها. غادي نقسم معكم تشوفوا كيفاش كتجي، كتجي هشيشه كتذوب في الفم، يعني شوفوا من الداخل راه طيبه وجات مجعبه وشاربه العسل مزيان وداخلها الطياب كامله، نقصوا عليها البوطه باش يدخلها الطياب، وكتبقى يعني مقرمشه، وفي نفس الوقت كيجي عندها واحد المذاق اللي مختلف، يعني ما تجهدوش عليها النار باش ما تكونش يعني ما تجيكمش فيها المذاق ديال الحروريه، حيت مع الجنجلان الى تحرق كيعطي المروريه في الشباكيه.
وبالنسبه للمقروط هنايا كنت جاني سؤال على النوغه اللي كنت درت في المقروط السابق في الفيديو اللي حطيت قبل، فهذا كتاخدو اي نوع من المكسرات كنحمروهم غير نص تحميره في الفران، وكنضيفو ليهم العسل ونضيفو ليهم القليل من القرفه وكنحركوهم مزيان حتى كنحصلوا على النوغه ديال المكسرات، كيجيو في الصراحه مواتين. كنعرفوا ان المكسرات كيتماشاو بشكل اللي هو زوين مع التمر مع العسل ومع المقروط. اتمنى الفيديو ديالي يكون نال الاعجاب ديالكم، الا عجبكم طبيعة الحال ما تبخلوش عنا بلي لايك وبالبارطاج وبالتعليق. اللي بغى يتواصل معايا غادي نخلي ليها رابط الصفحه ديالي ديال الانستغرام اسفل الفيديو. ما بقى لي الا نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.